خلونا ناخذ الأسئلة ونحاول نركز على موضوع اليوم عشان نتعمق فيه أكثر. زوجي كان يهددني بتركي وكان يستخدم الصمت العقابي لأشهر وأسابيع. عند أي خلاف تعبت نفسيا وجسديا إلى أن اشتغلت على خوفي من الانفصال وطلبت الطلاق من 4 شهور، والآن هو يماطل. أحس أني تخربطت، هل هذه المشاعر طبيعية؟ تخربطت أني ما طلق صح؟ ما هو هو هذا هو هو يهدد هو يهدد، قلت لك هو ملف بعيد تماما. ما أصلا في الغالب الرجل يخاف من الطلاق أكثر من المرأة. المرأة اجتماعيا مرعب الموضوع بالنسبة لها، لكن الرجل الزواج بالنسبة لما يتزوج، مو قبل ما يتزوج، قبل ما يتزوج هو يعني غير الوضع غير، ويفهم الأمور بطريقة غير. لكن لما يتزوج بعدين ينفصل، هو كان عنده سكن، كان عنده سكن، بعدين السكن هذا طار، هذه هزة على المستوى الجسدي المشاعري. لكن المرأة هي السكن، فبالتالي لما تتطلق التأثير على الأقل هي قادرة على أنها تصنع هذا العش، قادرة على أنها تضبط لها مكانها وتقعد وتملى المكان بالحب وبالشعور وتدخل اللي تبغى وما تدخل، تقدر تسوي هذا الشيء. لكن الرجل إذا طلق شو يسوي؟ يروح يقعد في الاستراحة ولا في الديوانية ولا مشرط، ما يستطيع أنه يصنع له هذا السكن. من الصعب جدا أنك تجد رجل عنده هذا العمق المشاعري اللي موجود عند المرأة. المرأة على طول أول شيء تفكر فيه أنها توجد نفسها مكان، تضبط المكان، تحب المكان، تدخل اللي تبغى، ما تدخلي ما تبغى، تقعد عيالها ممكن، المهم أنها ترجع لحالة السكن والراحة في المكان اللي هي فيه. الرجال لا، يقعد مشرد من استراحة الديوانية الفلان العلان البيت أمه ما أعرف إيش، ويستمر كذا بدون سكن. لما تأتي امرأة أخرى تعطي هذه الطاقة ويحتاج إلى هذا السكن. لذلك أنت تعتقدين أنه هو قاعد يقولك بيهدد بطلق وطلق وطلق وأنه هو صادق؟ لا، هو مجرد تهديد، هو مجرد تهديد. لكن الموضوع اللي انتم فيه يعني قاعدين تختلفون عليه لابد انه يحل. ما يعني ما اقول لك الان انه ترى هو يهدد خلاص سوي اللي انت تبغين تسويه، لا، الموضوع لازم يحل. يعني ما في خيار في الحياه الزوجيه انه طنش وخلاص خلي على جنب وسوي اللي تبغى، ما تقدر، صعب، لانه هذا مو واحد في الشارع، هذا واحد عايش معك، طاقتكم 24 ساعة مع بعض، متداخلة طاقتكم فكريا ومشاعريا وجسديا وماديا، شلون تطنش؟ ما تقدر تطنش، جزء منك ما تقدر تطنش، ما تقدر يعني تغمض عيونك وتسدد أذانك، ما تقدر. فطبعا الأسلوب اللي هو قاعد يستخدمه صمت العقاب الأشهر وأسابيع يعني، وأكيد إنه أنت تأثرتي لأنه هذا جزء من طاقتك يعني. لكن شوفي لما إنك وصلت لمرحلة أقوى وقلت يلا خلاص تبغى ننفصل، يلا تفضل خلنا ننفصل، قام يماط، قام ما لا خل الموضوع شوية يعني. عموما أبغى أقول لك إنه التصرف أو استراتيجية اللي سواها عقلك اللاواعي هي استراتيجية حياة بدون أدنى شك. يعني عقلك اللاواعي قال لك يا بنت الحلال هو بيهددك وبيطلق لأنه خايف. الآن أنا أقول لك ما راح يطلق، بس عقلك اللاواعي يقول لك بيطلق، خلاص انت جهزي نفسك وضبطي نفسك عشان تكونين جاهزه لهي المرحله. فقام العقل اللاواعي جهزك 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 جهزك، لما جهزتي في حاله دفاعيه انك انت جهزتي، قلتي انا جاهزه يلا طلقني. الان الرجال تلخبطت اوراقك تلخبطت على اساس ان انت اللي يعني انت اللي خايفه من الطلاق، على اساس انت اللي تهربين من الطلاق، قلت يلا جاهزي يلا اماك بطلق تفضل يلا طلق انا جاهزه الان. فالان انت لخبطتي كل الاوراق، يعني هو كان يحسب انه هو يعني معاه يعني لاوي ذراعك بهالقصه هذه، الان احرقتي الاوراق انت. فالان هو يعني لازم يبحث له عن طريقه جديده انه يعني يسوي اساليب العقاب والمكافاه وكل الحركات اللي المفروض ما يمارسها الاشخاص الناضجون مع بعض. الان حاله الانقاذ جيده انه اللاوعي طلع بهذا الحل، لكن اعتقد انه هو راح يتمسك بهذا الزواج، ما راح يعني يفرط فيه. وانا سعيده انه انت تحررتي من الخوف على الاقل، ما له داعي تقعدين في زواج وانت خايفه من الانفصال. خلاص اذا الانفصال يعني الانفصال هو خيار والاطراف كلها توقف، ننفصل، ليش ما ننفصل؟ اذا الحياه جيده ليش ننفصل؟
فما المفروض انه يكون عندك هذا الخوف. فانا سعيدة انه انت تحررتي من هذا الخوف، بس مش بالضرورة يتم هذا الامر. لذلك الان بدل ما تركزين على الطلاق، لانك الان انت حطيتي الورقة على الطاولة، طيب الان ما يقدر يهددك بهذه، متى ما هددك خلاص انا جاهزة. فالان ما عاد لها اهمية انك انت تضغطين اكثر على هذا الموضوع، الان اهمية انك انت تحطين القصص الصعبة على الطاولة، انه انت تحطين على الطاولة. الان انت في مرحلة كثير احسن، انت حسنتي من درجة انوثتك حتى، الان تحطين الموضوعات الثقيلة على الطاولة وتناقشين، تقولين لي يلا نحل القصة هذه. ما تقدر الان تعاقبني وتسكت وتصمت وكذا، انا جاهزة اني اطلق، الان الورقة هذه هي صعبة علي. فالان انا اقول لك انتقلي للقصص الثانية، صلحيها، عدليها، رتبي اوراق الطلاق هذه، لابد انها يتعدل، لابد انها يتصلح. بما انه هو متمسك وبما انه هو موجود، فهو يعني ما زال يبقى هذه الزيجة ومستعد انه يتغير. انا اؤكد لك انه هو مستعد انه يتغير. فاشتغلي على هذا الموضوع. اقترح عليك انك تحضرين دايز الوعي الزواجي، راح تساعدك على كل المستويات. عدم الحب كافي لقرار الطلاق رغم المودة والرحمة، بس أنا ما حبيت أبدا، كنت أشوفه كسند، والآن خلص الاحتياج. ها يعني كنت تشوفين خشبة تتكين عليها كذا، الآن خلاص أنت يعني ما عرف، صار عندك شهادة، صار عندك فلوس كذا، فتبغين يعني ترمين الخشبة هذه، ما عاد لي حاجة فيك. أول شيء وش هو الحب اللي أنت تتكلمي عنه؟ وش هو الحب اللي أنت يعني تقولين عنه؟ وش هذا؟ وين موجود يعني؟ يعني أنت تعرفين واحد يعني دق قلبك لا، ولا وهذاك هو النموذج؟ وش هو الحب اللي أنت تتكلمين عنه؟ يعني إذا أنت عندك شخص سند، عندك مودة، عندك رحمة، وش تبغين؟ وش الشيء اللي أنت تبغينه؟ لازم توضحين، لازم تكونين واضحة مع نفسك عشان إحنا نفهمك. لازم تكون عارفة أنت وش تبغين. الحياة الزوجية هي قائمة على المودة والرحمة أصلاً، هي قائمة على المودة والرحمة. لو أنت عندك زيادة بعد سند، يعني عندك مودة ورحمة وسند، لا أبغى أقول باي باي، خلاص خلصت المهمة حقتها. فأبغى أقول لك إنه أنت في الحقيقة على ما يبدو إنك أنت مو فاهمة الحب، وما تدري وش أنت تبغين. يمكن تبغين جنس، يمكن تبغين فلوس، يمكن تبغين قصة فيها إثارة، يمكن تبغين دهشة، شعور الدهشة، تبغين أحد تقولين أوه، تبغين أحد تعجبين فيه، تبغين رجل كذا يعني خنفشاري شوية تقول أوه خطير هذا الرجل كذا يعني. يمكن، بس كل اللي أنت تتصورين ما له دخل في قصة الحب، ما له دخل في قصة الحب. الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وإذا عندك شيء فوق كذا فما أعرف إنه يعني أنت قد من المحتمل إنك أنت عندك تصورات خاطئة عن الحب، أو من المحتمل إنه أنت عندك علاقة فبالتالي تبرين نفسك تقولين أوه أنا أحب هذا ما أحب هذا، أو قد تكونين في الماضي مريتي بعلاقة كان فيها PEA، كان فيها المخدرات الحب، وكنتي يعني تعيشين حالة نظارات وردية وجوه باللورا، تحسين انه انت فوق السحاب، تحسين انه كذا يعني حالة يعني مخدرة، فتقولين ابغى هذيك الحالة، والله اللي عندي جيد يعني في مودة وفي رحمة وهو سند وكذا، بس يا دكتورة ابغى اعيش هذيك الحالة، ابغى اقولك انت لو تدورين الدنيا كلها اوكي ما راح تعيشين هذه الحالة ابدا، يعني طول العمر لا ما راح تعيشينها، هي حالة تبدأ وتنتهي يعني مثل النشوة، تبدأ بلحظة كذا وتنتهي بعد مرور فترة معينة، تل هي مش 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 حالة حب أصلا، هي مش حالة حب، هي كذا مخدرات في المخ يعني تضحك عليك. فمن المحتمل إنه أنت مريتي بهذه العلاقات فتعرفين هذا الشعور المخدرات، إنه أنت كذا في السماء كذا في سراب، تفتحين قصص حب وأغاني وتحسين إنك عايشة بالخيال. أقول لك يا هذا مو الحب، استيقظي أرجوك. وإذا عندك رجل يعني في مودة وفي رحمة وفي سند، يعني صراحة يعني
طبعا انت اذا 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 تركتي يعني في كثير سيدات جيدات راح يحصلون على هذا الرجل الجيد، بس يعني انا اقول انه بين يدينك يعني ما المفروض انك انت تتركينه.